السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد. معكم تيسير من تيسير ديزاين. اليوم حاب أشرح لكم كيف ممكن نسوي ساند تكست افكت باستخدام برنامج الافتر افكت. خلينا نشوف شو راح نسوي اليوم. أول شيء يا شباب بنروح بنفتح نيو كومبوزيشن مثل ما انتم شايفين. انا راح اختار الفول اتش دي، ممكن تختار انت مثلا مدة 10 ثواني وبتضغط اوكي. هلا اول شيء يا شباب بدنا نروح ناخذ نيو تكست، نختار التكست ونكتب النص اللي بدنا اياه. انت حر بالنص اللي بدك اياه، اكتب شو اللي بيعجبك، زبط بنوع الخط بالفونت بالالوان مثل ما انت شايف. وبعد ما نخلص هاي الامور كلياتها بنضغط عليه رايت كليك وبنسوي له بري كومبوز. فهيني انا مثلا كتبت النص تاعي، بروح رايت كليك بضغط بري كومبوز وبسميه لوجو، بحط ايش موف اول اتريبيوت وبضغط على اوكي. طيب الخطوه رقم 2 بروح على الريكتانجلر تول، برسم المستطيل اللي انتم شايفينه قدامكم هذا بالشكل هذا. بعدين بروح على الماسك وبحط ايش، بحرك المؤشر على اول الانيميشن وبحط كي فريم على الماسك باث. حلو هذا الحكي. بعدين بمشي بالمؤشر تاعي على شغلة 3-4 ثواني، خلينا نقول على 4 ثواني مثلا، بوقف على 4 ثواني، بروح على الفي تول وبمشي الماسك لآخر الانيميشن مثل ما انك شايف قدامك على الشاشة. طيب هلأ الخطوة اللي بعدها بروح على الماسك فيدر وبصير بزود بالقيمة لحد ما الاقي القيمة اللي بتناسبني انا. مثل ما انك شايف ببلش يظهر عندي شوي جزء من النص مثل ما انك شايف قدامك على الشاشة، فانت اختار القيمة اللي بتلاقيها مناسبة. بعدين بعد ما نحط القيمة اللي بتناسبني مثل ما انكم شايفين انا هون عم برجع فيه للاخير بحيث ايش يعني يختفي. بعدين بمشي لحد ما اوصل 4 ثواني بيعطيك الشكل اللي انت شايفه قدامك على الشاشة. طيب هلأ الخطوة اللي بعدها بضغط رايت كليك وبروح على البري كومبوز، برد بساوي للكومبوزيشن اوريدي مرة تانية بري كومبوز وبسميها لوجو ايميتر. حلو، بضغط على اوكي. مثل ما انكم شايفين هاي هي الكومبوزيشن، بساويها 3D بالضغط على الكيوب اللي احنا شايفينه قدامنا. طيب برد بساوي مرة تانية نيو سوليد وبسميها ايش، بارتيكلز، بضغط على اوكي. طبعا هذا بلجن من ريد جاينت، هذا البلجن مدفوع فممكن تنزل نسخة تجريبية منه اذا مش موجود عندك. طيب هلأ منروح على الاميتر ماستر ومنروح على البارتيكلز وبزود بالقيمة هون للقيمة اللي انا بلاقيها ايش مناسبة الي. هلأ انا اول شي بلشت على 3500، بعدين بتلاقيني بزود على حسب ما الاقي شي مناسب وبنزل على الفيلوسيتي. مثل ما انكم شايفين الاربع خيارات اللي قدامي هدول كلهم بخليهم زيرو، الراندوم والديستربيوشن والفروم موشن، هذول الاربع خيارات بخليهم كلهم زيرو. بعدين بنزل على الخيار اللي بعده اللي هو محطوط عندي ايميتر سايز، وعوض ما يكون لينكد بخليه ايش، اكس واي زد انديفيدجوال. طيب الخطوه اللي بعدها هلا بغير بقى بقيمه الاكس بخليها 65 وبغير بقيمه الواي كمان بخليها 65 وبروح على الزد وبخليها 2. الخطوة اللي بعدها يا شباب هلأ بروح على الاميتر تايب وبختار لاير. تمام، بعد ما اخترت بنزل لتحت على الخيار اللي انتم شايفينه تحت اللي اسمه لاير اميتر هاد، بختار بروح على اللاير وبضغط عوض كلمة النان، بختار اللوجو اميتر 2 اللي هي الكومبوزيشن هاي. تمام، بعدين بروح على الخيار اللي تحته اللي اسمه لاير سامبلينج وبختار Particle Birth Time. تمام مثل ما انكم شايفين. هلأ الخطوة اللي بعدها يا شباب بروح على شو بسموها Particles Birth Second وبلش ايش ازود بالفاليو اللي انا بشوفها مناسبة. مثل ما انكم شايفين هون Particles قليلة كتير مشان هيك النص مش ظاهر، فبلش انا ايش ازود بالقيمة، اضلني ازود فيها للاقي
القيمة المناسبة. هلا صار ظاهر عند النص كاملا. طيب يا شباب، هلا بروح على اللايف بير سكند وبختار رقم 1، وبروح على اللايف راندوم وبختار 80%. طيب الخطوة اللي بعدها هي يا شباب، بروح لهون مثل ما انكم شايفين عندي في عندي خيار اسمه سفير فيدر، وبختاره من 50 بخليه 100%. حلو. والسايز هاي تاعيتها البارتيكلز شوي بصغرها بخليها 2. طيب بروح على شيء اسمه اوباسيتي اوفر لايف، وبختار من البريسيت اللي شايفينه هذا الشكل اللي قدامكم. بعدين بروح على البلند مود وبخليه اد. طيب هلا بنطلع لفوق، بروح بسكر البارتيكلز وبفتح خيار اسمه فيزيكس، بروح على الخيار اللي شايفينه اللي اسمه اير، وبغير ايش بقيمة الاكس والواي. فبروح على الاكس بخليها 80، وبروح على الواي بخليها ماينوس 80. حلو هذا الحكي. بعدين بروح على توربولنس فيلد مثل ما انتم شايفين هذا الخيار، وبروح على الافكت سايز وبرفع بالقيمة شوي بخليه رقم 2. بعدين بغير بالافكت بوزيشن مثل ما انكم شايفين هون، القيمة اللي انا شايفها مناسبة. طبعا انا ضليت اغير بالقيمة حتى لقيت الشكل اللي بيناسبني. طبعا انت هون حر تختار الرقم اللي انت بتشوفه بالنسبة لك مناسب. طيب هلا الخطوة اللي بعدها يا شباب، بروح على البارتيكلز وبنزل لتحت لحد ما الاقي الخيار اللي اسمه فيزيكس مرة ثانية، بضغط عليه وبروح على مثل ما قلنا، بروح على الويند اكس واي وزد وبختار 100 بالنسبة للاكس، وبروح على الويند واي بختار ماينس 100. تمام. بعد هيك يا شباب الخيار اللي بعده بروح على الافكت بوزيشن وبحط رقم 300. مثل ما انكم شايفين الشكل صار ظاهر قدامكم على الشاشة. طيب هلا بروح على البروجكت وبختار الكومبوزيشن اللي انا سميتها لوجو، بسحبها وبحطها. لما بشغل الفيديو بصير الشكل اللي انتو شايفينه على الشاشة. طيب هلا الخطوة اللي بعد هاي، بروح على البارتيكلز وبضغط على المود وبختار اد. تمام. طيب هلا بروح على اللوجو وبختار افكت اسمه لينير وايب. حلو. بعدين بروح على الوايب انجل وبخليها ماينس 90. تمام. بعدين بروح على الترانزيشن كومبليشن وبغير القيمة بخليها 78 مثل ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة. طيب هلا بروح بحط كي فريم على اول الانيميشن وبسحب بالتايم لاين على 4 ثواني. طيب الخطوة اللي بعدها هلا بغير بقى بقيمة الترانزيشن كومبليشن لحد ما الاقي النص كله ظهر قدامي على الشاشة. الخطوة اللي بعدها هلا بروح بغير بقيمة الفيدر مثل ما انكم شايفين قدامكم، بلاقي الرقم اللي انا بشوفه مناسب على حسب النص اللي عندك يعني. طيب هلا بحط على 1 سكند وبسحب باللوجو كومبوزيشن على 1 سكند، بحيث ايش يطلع عنا الشكل انه يتناسق حركة الرمل خلينا نقول مع ظهور النص. طيب هلا الحركة اللي بعدها يا شباب، بساوي كومبوزيشن جديدة بنفس الديتيلز بس بسميها مين كومبوزيشن وبضغط على الاوكي. طيب هلا بسحب البارتيكلز كومبوزيشن وبحطها بالمين كوم مثل ما انكم شايفين قدامكم. طيب هلا الخطوة اللي بعدها يا شباب، بدي اغير بالسكيل، فبوقف على 1 سكند بضغط اس على الكيبورد وبحط كي فريم على ال 1 سكند وبروح على اخر الانيميشن او على المدة الزمنية اللي بدي اياها، مثلا خلينا نقول 6 ثواني، وبقلل شوي بالسكيل. انا راح احط مثلا على حدود 80 85 على حسب الشكل اللي انت شايفه مناسب. لما بتشغل بتلاقي عندك الانيميشن ظهرت بالشكل التالي. طيب هلا انا بجيب بارتيكلز افكت فيديو من برا بحطه على الانيميشن مثل ما انكم شايفين، وبحط افكت هيو اند ساتوريشن بحيث اغير بلون الفيديو نفسه. فانا هون عم بحاول اخلي اللون يكون ازرق مثل ما انكم شايفين، ضليت اغير بالقيمة حتى ظهر عندي الرقم اللي عطاني اللون الازرق. طيب هلا جبت كمان سموك كليب مثل ما انتم شايفين، وهعمل فيه نفس الشيء، راح احطه واروح على المود اخليه اد
وراح ارجع كمان اغير لونه مثل ما عملنا بالمقطع السابق. يعني راح نرد نحط الافكت اللي هو هيو اند ساتوريشن ونغير بالقيمه تاعته ونخليه لونه ازرق. مثل ما انكم شايفين هون انا بس اول اشي عم بغير بالاوباسيتي تاعيتها، يعني ضغط على 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 التي بالكيبورد وغيرت بالاوباسيتي تاعيتها. واللون نفس الشيء عملت عليه نفس الحركة اللي هو Hue and Saturation، غيرت نفس الرقم نفس القيمة بحيث يعطيني اللون الأزرق اللي انتم شايفينه بالنسبة للسموك. طيب هلأ بروح Right Click بختار New Solid، بسميها Black Solid أو Black Bar وبضغط على الأوكي. طيب هلأ بروح على Rectangular Tool مرة تانية، بضغط عليه دبل كليك مثل ما انكم شايفين هيك، بكون ضغط كمان على الشيفت على الكيبورد وبساوي دراج مشان يطلع لنا شكل السينيماتيك بار، بعدين مضغط على الانفرت. طيب هلا عم بضيف ادجستمنت لاير وبختار شاربن، حلو اوكي. بعدين بغير القيمه بحط رقم 7، برد برجع باخذ افكت جديد اللي هو النويز وبختار تقريبا 3% مثل ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة. طيب الحركة اللي بعدها انا بدي اضيف جلو على النص. انت ممكن تستعمل الجلو العادي الموجود بالافتر افكت او اذا عندك البلاجن اللي هو ديب جلو كمان بيساعدك كثير، مثل ما انك شايف بيعطي تأثير جميل جدا على النص. فانا استعملت الديب جلو هون، فمثل ما انكم شايفين صارت الانيميشن جاهزة. بيبقى علينا بعض الشغلات البسيطة اللي هي ممكن تغير انت بالاوباسيتي بالامور هاي بالنسبة للظهور النص واختفاء. ومثل ما انتم شايفين هون انا عم بغير هلأ بقيمة الاوباسيتي، فهي نحن ممكن نغيرها مع بعض وبيكون هيك خلص فيديو اليوم. بتمنى يكون عجبك الشرح وتعلمت شي جديد واستفدت منه. اذا عجبك الشرح واستفدت ياريت تعمل لايك وتشترك معنا بالقناة، وان شاء الله بنشوفكم بشروحات جديدة. كان معكم تيسير من تيسير ديزاين، شكرا لكم، مع السلامة.